اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه مع اسرار الحياه بنتعلم وبنستفيد من كل جديد وبصراحه النهارده الحلقه بتاعتي مختلفه جدا طبعا بوجود الضيوف اللي معايا معايا باش مهندسين ولما اجي اقول الكلمه ديت فهم فعلا باش مهندسين وعن جدارة الباشمهندسين اللي معايا ما كانش همهم كل ان هم يطلعوا على السوشيال ميديا ويتكلموا ويعملوا الشو بتاع اي حد بيحب يطلع على السوشيال ميديا لا بالعكس هم جايين النهارده بيقدموا مشروع خططوا وابتكروا مشروع المشروع دوت هيفيد كل فرد من افراد الاسره المشروع ده هيزود دخل اي فرد في الاسره بنسبه 70 في الميه اه بنسبه 70 في بجانب ان المشروع دوت مش لازم مكان مش لازم مصنع مش لازم مش لازم حاجه كبيره لا ده انت ممكن تشتغل وانت في بيتك وتحقق ربح كبير طبعا انا مش هقدر اتكلم في المشروع واخش بيه آه في الموضوع غير طبعا لما اساس الموضوع واساس المشروع هما اللي يتكلموا عنه. معانا ومعاكم النهارده استاذ وليد اهلا وسهلا بحضرتك أهلاً بيك استاذ أتصرف. اسامه اهلا وسهلا بحضرتك في البدايه كنا عايزين نتعرف على حضرتك اكتر أه مهندس وليد فتحي مدير أه مؤسسه بي ام دبليو واللي احد فروعها أه اورنج للمكابس والمعدات الصناعيه اهلا وسهلا بحضرتك استاذ وليد اهلا بيك يا استاذ اسامه برضو اهلا بيك حضرتك حضرتك اسامه حواش مدير فرع المنوفيه لشركه اورنج للمكابس والمعدات الصناعيه استاذ وليد في البدايه عايزين نعرف الهدف من المشروع اللي حضرتك جاي تقدمه لكل شاب أه وكل فرد من افراد الاسره ايه هو الهدف هو الهدف في البدايه كان ان احنا نقدم موضوع مفيد جدا للشباب لان اي نهضه لاي دوله في العالم بتبني على الصناعات الصغيره تمام فكان كل هدفنا ان احنا نقدم مشروع كويس جدا للشباب بينفع لاي شاب او اي ست بيت او اي موظف عايز يزود دخله او كحاجه انتاجيه تفيد في في الانتاج وتفيد في زياده الدخل بشكل كويس تمام استاذ اسامه الاستاذ كلمنا في الهدف من المشروع ان هو هيفيد كل الشباب طيب انا عايز اعرف من حضرتك المشروع ده تكلفته ايه هل انا هتكلف بمبالغ باهظة اللي انا ممكن أنا اعمل المشروع مش هقدر على ثمنه ولا تكلفه المشروع ايه انا عاوز اوضح لحضرتك وللساده المشاهدين ان شركه اورنج بتوفر عدد من الموديلات للماكينات أكتر من 10 موديلات تمام تناسب جميع المستويات سواء الماديه او الاجتماعيه وتكلفه المشروع المبدئيه حوالي من اول 8000 جنيه 12000 جنيه 15000 جنيه لغايه 50000 جنيه تقدر تكون خط انتاج كامل للمشروع وبالتكلفه ديت ممكن بعد ما يشتغل بالمكنه يجيب اضعافها بالنسبه لفكره الارباح المنتج نفسه منتج متداول في الاسواق وبالتالي بيوفر مكاسب ودخل للاسره حسب امكانيات كل عميل طيب احنا عايزين نتكلم بقى يا استاذ اسامه عن اهم عنصر من عناصر الموضوع ده أكيد م. أي مشروع بيبقى فيه عناصر محددة عشان حضرتك تعمل المشروع ده عايزين أهم عنصر حضرتك تكلمنا عنه هو طبعا احنا كشركة بنقدم الموضوع بشكل متكامل م. للعميل م. يعني بنوفر له الماكينة بنوفر له الاستنباط والقوالب اللي هيشتغل عليها بنوفر له جميع خامات التشغيل وبندي له الدعم الفنى والتدريب اللي بيخليه ويؤهله ان هو يبقى منتج جيد جدا. يعني مش مجرد مكنه حضرتك بتديها له لا مش مجرد مكنه وخلاص بقى عيش حياتك زبط. لا حضرتك لا بتدربه وبتديله آه. الخامات وبتديله كل حاجه وبنشرح له كمان طرق التسويق وبنفهمه جداً. كل خطوط التسويق بتمشي ازاي وازاي اسوق منتجي اه وحاجه مهمه جدا اتكلم فيها بخصوص موضوع التسويق اهم عنصر من عناصر الموضوع هو الماركتنج او التسويق. م. انه الشخص لما يكون عنده اكتر من منتج يعرف ازاي يسوقه فدي اهم نقطه واهم حاجه احنا بنحاول نفهمها للعميل مع التدريب على امكانيات التصنيع طب ده حلو جدا انت كده بتعمله دوره تدريبيه مجانا انت يا بس هو بياخد, بالفعل. بياخد اه هو بالفعل بس اصلا بس الشركه بتوفر آه. فكره التدريب كل بعيدين. حاجه اه وكمان بتقول انت تسوق ازاي المنتج يعني م. هو هياخد كل حاجه كده مع مع نفسه ويشتغل خلاص عرف ان هو يخطط ازاي ويعمل المشروع ده هو مبدئيا يا استاذه اللي بيبقى داخل المشروع بيبقى شخص جديد عليه المشروع فلازم اقدم له الدعم الفني والمعنوي ولازم اشرح له الموضوع وافهمه ايه هي المنتجات اللي بيعمل تعملها المكنه والمساحه اللي بيحتاجها المشروع وكل المعطيات اديها له علشان يقدر يمشي في المشروع وينجح فيه. حلو جدا طبعا المشروع ده يعني انا بصراحه بشجع اي شاب ان هو ياخد المشروع ده بجديه وان هو يقدر ينفذه اللي انتم موفرين كل وسائل الراحه يعني إن ما عليكي حضرتك هتشتري المكنه من عندنا وهنقول لك انت هتسوق ازاي وتزود دخلك ازاي ده شيء كويس جدا. تمام آه وفكره التدريب برضه. ده التدريب ده لوحده آه يعني ممكن التدريب. يروح في مكان تاني عشان يتدرب على المكنه لا انتوا الشركه بتوفر له فكره التدريب بضيف حاجه يا استاذه كمان بالنسبه لموضوع التصنيع هو ابسط حاجه وايسر حاجه في الموضوع ممكن طفل سن عشر سنين في خلال دوره تدريبيه نص ساعه يقف يشتغل على الماكينه وينتج ويطلع انتاج احنا بالنسبه بقى للسن الصغير ازيك آه يا استاذ محمود اخبار حضرتك ايه الحمد لله آه طبعا انا بقدم محمود ان هو المبتكر الصغير بتاعنا آه محمود هو آه ابن استاذ وليد مدير فرع شركه بنها للمكابس والمعدات الصناعيه آه وليد صراحه شدني كان في فيديو لو سمحت الكنترول يعرضه آه كان في فيديو لوليد ده محمود. شدني جدا محمود. آه لاستاذ محمود شدني م. ان هو بسم الله ما شاء الله بيتكلم بطريقه كويسه جدا ولباقه الفيديو لو سمحت يتعرض على الشاشه عشان الاستاذ محمود يتكلم عليه اتكلمنا كويس كده عن الفيديو اللي حضرتك قدمته هو حضرتك انا بحبه جدا وبفتخر بيه يعني وكان م. نفسي اكون زيه فانا كان لما بابا كنت انا احب اروح الشغل معاه واتعرف على حاجات كتير م. وكنت ساعات ادخل عليه على الاقيه بيصمم حاجات وانا ساعده على انه يعمل تعديلات على المكنه كنت ساعات حبيت اشتغل مع العمال حبيت مهنه بابا اه حبيت انا اصلا حرفيا انا بحب هندسه الميكانيكا جدا وحلمي اللي انا هدخلها ان شاء الله يعني فانا كنت بروح وساعد بابا وكنت بقف في مع العمال فخدت في خبره امم وبعدين مع الوقت شويه تمين. شويه بدات اساعد بابا انه يعمل فيديوهات فخلاني اتجرأ يعني واعمل فيديو لوحدي تمام انت حابب ان انت تشارك بابا في كل حاجه اه إيه ما يعني ما خفتش من المكنه وانت مثلا بتساعد بابا بتقف عليها سهله وبسيطه اه لا دي اي حاجه اي حد يشتغل عليها وبعدين فكره المشروع هي حلوه جدا ومربحه إيه. احنا معانا الفيديو هنشوفه دلوقتي مع سادة المشاهدين بنتكلم عن صناع الجوده خدمه ما بعد البيع الثقه والامان ببساطه كده مكابس اورنج عملت لك مكبس تصنيع الشباشب وعملت لك موديلات متعدده تناسب جميع المستويات إيه؟ عندنا هنا نوعين من الموديلات موديلات يدويه وموديلات كهربيه لو نروح هنا مثلا دي بي 1 مكنه يدويه مواصفات مصريه لو نروح هنا دي سي 1 مكنه كهربيه مواصفات مصريه لو روحنا هنا بي 2 مكنه يدويه بمواصفات المانيه لو روحنا بقى السي تو هي اسمها كهربية بمواصفات ألمانية لو رحنا هنا دي سي تو ستاند مزودة بدولاب لوضع المستلزمات الطباعة والأحبار والأسطنبات حفاظا عليها أما لو جينا هنا هنلاقي دي دبليو 3 اكسس بتعمل إنتاجية المصانع بالظبط مثيلة لها مكابس اورنج عندها جميع المستلزمات بالنسبة للفلين والأسطنبات والخامات ما تنساش ما تشيلش هم التوصيل احنا عندنا مكاتب شحن تودي جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه وعايز اقول رساله للشباب ان المشروع ده سهل جدا وبسيط انت تعمل مشروعك في بيتك تكاليف اقل ضامن ان جاي لك دخل سريع ومطمون وكمان انت مش محتاج محل ولا فرشه ولا حاجه هي اللعبه كلها في يلا مستني ايه اتصل بينا وابدا مشروع آه الله ينور يا استاذ محمود يا مبتكر يا صغير شكرا الله ينور عليك آه طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف استاذ اسامه عايزين نعرف الفرق بين الموديلات زي ما وضحت لحضرتك آه ان الشركه بتوفر 10 موديلات من الماكينات. كل موديل له آه ساعه انتاجيه وكميه انتاج تمام بناء عليه بيختلف مكنة تطلع لي تنتج 50 جزء في الساعة موديل ينتج 160 جزء في الساعة وأقصى حد 1200 في الساعة وده حسب الموديلات المتاحة بالشركة تمام آه إحنا معانا مداخلة تليفونية ألو أستاذ هشام الشرقية ألو ألو السلام عليكم يا فندم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتك في أسرار الحياة تشرفنا يا فندم. آه. كنت حضرتك محتاجة تواصل مع الباشمهندس وليد بسبب المشروع اللي هو كان زي عنه على الفيديو آه على البرنامج مع حضرتك. اتفضل حضرتك. آه والله أنا كان استفسار بسيط كده من وليد آه أنا تبع جمعية خيرية في الشرقية. تمام؟, تمام. آه احنا كنا يعني أنا محتاج أنفذ المشروع على حوالي 10 أشخاص. فكان كان سؤالي للبشمهندس وليد هل ال10 اشخاص هنحتاج لهم ماكينه واحده ولا ماكينتين؟ مع العلم ان انا هبدا في تنفيذ حوالي ست منتجات او سبعه مش هبدا بمنتج واحد. فده كان سؤالي للبشمهندس وليد يا ريت يجاوب عليا دلوقتي في الحلقه دي. تمام اتفضل يا استاذ وليد. اولا بالنسبه لموضوع عدد الافراد اللي بيشتغلوا على الماكينات ففي ماكينات بيشتغل عليها فرد واحد في ماكينات بيشتغل عليها فردين في ماكينات بيشتغل عليها لحد ست افراد فحسب اختيارك للموديل اللي انت هتختاره هتحدد عدد الاشخاص اللي هيشتغلوا على الماكينه وبخصوص المنتجات المكنه طبعا بتعمل حوالي 14 منتج ولكن احنا بننصح اي حد بيبدا المشروع انه يركز في منتجين او ثلاثه ولما ينجح فيهم في تصنيع وفي تسويق يبدا يزود, يبدأ يزود عدد, عدد, عدد زياده المجلوني. من المنتجات تمام آه كنا قبل المداخله كنا بنتكلم بالضبط. عن الموديلات برضه سادة المشاهدين عايزين يعرفوا الموديلات اللي بتطلع من المكان ايه الموديلات ولا المنتجات الموديلات اللي هي موجوده في المكن اه اه زي ايه كده هم سؤال من الكنترول دلوقتي آه. يعني المكن ممكن يطلع ايه آه المنتجات اللي المنتجات اللي بتنتجها أوه الماكينات سؤال ليا ولا أستاذ أسامة أستاذ أسامة الماكينات بتنتج أنواع متعددة من الانتاج بمعنى يعني ممكن أطلع شبشب في اللين ممكن أطلع انتاج لشباشب جلد بلاطات الجيم بورد السباحة الشبشب الايش سكوتش برايت سكوتش برايت الجوانات بتاعت السيارات وبعض اكسسوارات السيارات اكثر من 15 منتج تقدر تنتجه من الماكينات. طيب اكثر الموديلات مبيعا ايه؟ بالنسبه للماكينات اكثر الموديلات مبيعا موديل الدي 4. ايه بقى الدي 4؟ الدي 4 ده موديل من الموديلات هو بيمتاز بوسطيه لا هو موديل قليل ولا هو موديل عالي. تمام فده اكثر الموديلات اللي بتلاقي رواجا في البيع. م. وبالنسبه لاهم المنتجات زي ما اتفضل الاستاذ اسامه وقال ان المكنه بتنتج حوالي 15 منتج أكثر اكتر المنتجات اللي هي الاستهلاكيه زي الشباشي بالفل منها شباشي بالبيت وشباشي بالحمام وشباشي الخروج بالخروج البحر بالبحر جميع آه الشباشب الشباشي بالقايش الشباشي بالجلد المحفظه الجلد الحزام الجلد دي اهم خمس منتجات بتلاقي رواج وتداول في السوق بصفه كبيره إيه إيه معانا مداخله تليفونيه استاذ انور من البحيره اهلا وسهلا يا استاذ انور السلام عليكم وعليكم السلام, السلام. ورحمة, ورحمه الله وبركاته اتفضل يا استاذ انور انور عيد من البحيره اهلا وسهلا والله كنت حابب اسال المهندس هو مشروع كويس ودرسته ودرست اتجاهه يعني بس انا بروح عايز اطلع السؤال بالنسبه للمكان انا عندي مكان حوالي 40 متر وبعدين نفسي اشتغل في جبل منتجات في السل والجلد الو <applause> انقطع الاتصال إن أطع... آه شكرا اتصلوا أستاذ انور ممكن نعيد اتصال من تاني آه بالنسبة برضه للاجابه على الاستاذ انور يعني كمساحة المكان اللي هو عايز يشتغل فيه ميزه المشروع انه الماكينات حجمها صغير جدا فممكن تتعمل في مكان بسيط جدا يبدا من 12 متر مربع او 16 متر مكان مربع صغير في فيما فوق يعني أي غرفة، أي أوضة، أي محل، أي مدخل بيت، أي مكان بسيط يقدر أي شخص يقيم فيه المشروع كماكينة ومستلزمات. تمام، أستاذ أسامة اتفضلي آه، عايز أعرف تكلفة الشبشب لما بيطلع من المكتب بيتكلف كام؟ إحنا بنسمع عن أسعار بقى أرقام. رهيبة لما أرقام. بنيجي نشتري أي شو... أه أي م. شبشب أنا عاوز أوضح لحضرتك صورة إن الشركة بتوفر جميع مستلزمات الخامات وجميع م. مستلزمات التصنيع الخاصة بالمشروع تمام وبناء عليه إن أنا أقدر أوفر آه الخام للعميل يقدر ينتج شبشب من أول 5 جنيه لغاية أقصى حاجة 15 جنيه وما بينهم أسعار شبشب ب7 جنيه ب9 جنيه ب10 جنيه عن يعني طريق اقصى حاجه 15 جنيه اقصى حاجه اول بدايه شغله وده حسب الخامه المستخدمه واحنا الشركه بتوفر جميع مستلزمات التصنيع والخامات <applause> انت عارف ال 15 جنيه دول سعر بسيط جدا باللي احنا بنروح نشتري فيهم يعني بيعدي ال 50 مثلا آآ آآ ده هو الرجل المصنع يعني الربح ده كله جاي له هو بالظبط آه. وبيزود دخله عن طريق خط الانتاج من اول 5 جنيه لغايه اقصى حاجه 15 جنيه احنا اتكلمنا في المنتجات اللي بينتجها المكن صح؟ عايزين نعرف دراسه الجدوى أه قبل ما اتكلم عن دراسه الجدوى عايز اضيف اضافه بسيطه جدا يعني بالنسبه للسؤال اللي حضرتك طرحتيه على الاستاذ اسامه طب. لان السؤال ده يمكن يزعل شويه بعض المصانع او المنتجين أه لكن المشاهد لازم يبقى فاهم أه هو رايح فين يعني أه اللي بيدخل في المطبخ بيفهم اكتر من اللي بره زي ما بيقولوا يعني م. فبالنسبة للتصنيع عدد تعدد الخامات بتاعة التصنيع بتخلي المصنع يصنع شبشب شب ابتداء من خمسة جنيه هم. اعلى قيمة للشبشب شبشب شب الفل طبعا <applause> اعلى قيمة له باعلى خامة بتكلف 15 جنيه وما بين الخمسة والخمسة عشر طبعا في شبشب بيتكلف سبعة تمانية أكيد. عشرة, عشرة أحد عشر وهكذا أعلى حاجة خمسة جنيه ده حسب الخامة المستخدمة بالظبط بالنسبة لسؤال حضرتك بقى آه سمعت تعيد السؤال تاني عليا اللي هو دراسة الجدوى اه دراسة الجدوى دراسة الجدوى بتختلف من مكنة لأخرى بمعنى انه حضرتك في واحد ممكن يبدا مشروعه كخط انتاج كامل ب 8000 جنيه مم. واحد ممكن يبدا خط انتاج ب 20000 واحد يبدا ب 30000 فدراسه الجدوى بتختلف من شخص لاخر حسب الموديل اللي بيختاره يشغل عليه او يصنع عليه تمام آه، احنا صراحه معانا مداخلات النهارده كتيره يعني المشروع بسم الله ما شاء الله مسمع معانا استاذ محمد من مطروح صحيح. الو 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 السلام عليكم يا استاذ محمد بس عارف، بس عارف. منور اسرار الحياه يا فندم دعم. منور اسرار الحياه اهلا وسهلا يا معاكم استاذ وليد من مدير المشروع حضرتك السلام حضرتك معاك استاذ وليد لو حضرتك عايز تساله اي سؤال ازيك يا باشمهندس ازي حضرتك الله يخليك ازيك يا باشا الحمد لله الحمد لله حضرتك كنت كنت شريت مكنه دي فور ان وشريت في الشغل الجلد في شغل الفيل تمام وكنت بسال حضرتك لو شغل في شغل الجلد ولا لا دلوقتي طبعا جميع الموديلات الشغل الجلد والاستنباط بتاع الشغل الجلد ومستلزماته متوفرة تقدر حضرتك تشرفنا في أي وقت طبعا في المعرض تاخد طلباتك اللي انت عايزها تمام يا فندم تمام تحت أمر حضرتك شكرا جدا لاتصالك يا فندم آه كنا بنتكلم في دراسه الجدوى برضو استاذ <applause> اسامه ايه راي حضرتك في دراسه الجدوى؟ انا عاوز اوضح نعم. لحضرتك صوره دراسه الجدوى بتتبني حسب الموديل اللي متوفر فو احنا زي ما وضحت لحضرتك ان الشركه بتوفر 10 موديلات من الماكينات من بدايه 8000 جنيه اقدر اكون خط انتاج كامل 12000 جنيه اكون 15000 جنيه معايا لغايه 50000 جنيه وده حسب الموديل وامكانيات كل عميل تمام يعني انا ممكن اعمل زي ما حضرتك بتقول خط انتاج كامل وانا قاعد في مكاني بالزبط اقدر بالزبط اصنع منتجات كتير وانا قاعده برضو في مكاني ودوت ما بيتطلبش طبعا جهد و... وتعب وشيل وحط ولا الكلام ده خالص هي المكنه محطوطه وحضرتك هي المكنه اللي بتعمل كل حاجه مظبوط ما عليا الا انا اجيب الماتيريال من حضرتك وتدربني والربح بيكون ليا لكن تمام. انت ما في الزياده ولا الربح لاي حد ولا اي حاجه لا 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 دي حضرتك حاجة بس شخصية. بتديله في بقى سؤال دلوقتي لان انا لما دخلت فعلا على البيج بتاع حضرتك لقيتك انت الاساس في المشروع ده تمام طبعا لما عملت بحث عن المكانات بتاع حضرتك لقيت ناس كتيره مقلده المشروع بتاعك بس صراحه يعني انا بقيت مبلبله حضرتك الاساس ولا هم لكن بالبحث طبعا ومعانا فريق اعداد الحمد لله كويس جدا قدرت وتواصلت معاك اللي انت الاساس في الموضوع دوت هم قلدوك طب تمام ايه بقى الدنيا هو اللي حصل حضرتك ان احنا جات لنا الفكره دي من ثلاث سنين تقريبا وبدانا نعمل تصميمات المكنه دي عشان ننزلها للشباب والناس تشتغل وتقدر تزود ارباحها وتقدر تلاقي باب رزق كويس جدا والمكنه دي موجود مثيل ليها في البرازيل بسعر باهظ جدا سعرها 3000 دولار. فموضوع كان اكسبنسف قوي او تكلفته عاليه جدا جدا بالنسبه للمواطن المصري. فحضرتك احنا بدانا نعمل تصميم للمكنه ولما ناس كتير جدا بدات تلاقي رواج على الماكينات بدا بعض المصنعين يقلدوا منتجنا الا ان احنا الحمد لله في اورانج قدرنا نطور لحد ما وصلنا ل 10 موديلات قدرنا نطور المكنه اللي هي بتعمل 50 جوز في الساعه لمكنه بتعمل 1200 جوز في الساعه حلو جدا فحتى طبعا. الحمد لله والفضل لله كل المقلدين اللي في السوق ما قدروش برضو يواكبونا او يوصلوا للمرحله دي لان كمان اه يعني احنا هما التطوير. ممكن خدوا الفكره بس مش عارفين يطوروا بالزبط. لان هما ما عندهمش القدره اه الاساس مش الأساس عندهم اه, آه, آه بالظبط لكن إن انتوا خدتوا المكن خلاص انتوا عارفين يعني ايه اسراره بالظبط بداتوا اللي انتو ان انتوا تطوروا فيه الشركه موفره 10 موديلات من المكنات زي ما الباشمهندس وضح هما فيه. مش عارفين اللي هي بس ستايل واحد اه بالظبط يمشوا عليه مش عارفين يوصلوا بقى للعشره بالزبط. لكن بالزبط. هما اصلا آه. انا قلت كده برضو يعني حضرتك طورت 10 ماكينات هي نفس الفكره بس طبعا في كل حاجه اسرار المهنه تمام. لكن هم اللي شغالين في السوق شغالين على على مكنه واحده على موديل لحضرتك كمان احنا عشان الحمد لله يعني بنشتغل باخلاص وعندنا الكواليتي عالي جدا تمام. احنا عندنا ماكينات بندي عليها ضمان ثلاث سنين واي دراسه جدول اي مكنه ممكن الشخص ده لو اجتهد في التصنيع والتسويق يلم حق المشروع كله في خلال ثلاث شهور حلو جداً احنا بندي طبعاً. ضمان ثلاث سنين على بعض الماكينات لانه مواصفات عندنا عاليه جدا وممتازه جدا بفضل الله. طيب انا بقى انا عايز اعرف من حضراتكم آه ايه الجديد بقى اللي انتم عايزين تعملوه؟ طبعا انتوا طورتوا وبسم الله ما شاء الله كل يوم في تقدم مستمر والله لما اللهم حسد طبعًا. طبعًا. طبعا. انا عايز اعرف ايه الجديد؟ طبعا دماغ زي حضراتكم يعني اكيد في اولا هو التوفيق من ده عند ربنا التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى صممنا دلوقتي مكنه عصير قصب، مكنه حجمها صغير جدا هتنطرح في السوق قريب جدا ان شاء الله. ان شاء الله. هي بتقوم بنفس عمليه تشغيل ماكينات عصير القصب الكبيره الضخمه اللي بتبقى في محلات عصير القصب. اوكي؟ بس ميزه المكنه دي ان حجمها صغير جدا ممكن تتحط في اي كافيه تتحط في اي بيت تتحط في اي على اي ترابيزه كمشروع لشاب انه عايز يعمل مشروع في البيت. يعمل كده دي مشروع اه كده دي حاجه الحاجه التانية احنا تسهيلا وتيسيرا على الشباب باذن الله منزلين بمناسبه احتفالات اكتوبر وايام اكتوبر الجميله منزلين تخفيضات بتوصل لحد 20% في المية في الفتره من 15 سبتمبر ل 30 اكتوبر تيسيرا على الناس اللي عايزه تبدا المشروع وعايزه تدخل المشروع ان شاء الله آه، استاذ وليد استاذ اسامه طبعا انا وقت الحلقه جريت طبعا آه. وصراحه يعني انا كنت متشوقه ان اقعد معاكم كتير واسمع عن يا المشروع يا الجميل. ده انا دي. بشكرك استاذ وليد بشكرك استاذ, أستاذ اسامه واتمنى طبعا <applause> من مشاهدينا الكرام ان هم يستفادوا بالحلقه ديت لانها بجد مشروع كويس جدا في بدايه الطريق لاي شاب تشرفت بحضرتك أستاذ محمود شكرا. المبتكر الصغير شكرا مشاهدينا الكرام ونتمنى تكون حلقة كويسة ونستفدنا بها جميعا شكرا